سيدورف، سيدورف في محاولة المرور من سيدورف، سيدورف هي الكرة بينية، واريلو لين يعكس كرة عرضية، هدف ملعوب، هدف ملعوب بطريقة رائعة، بوريلو مهد سيدورف بلمسة يضع الكرة داخل الشباك، ميلان يتقدم 1-0 بهدف كان مدروس من جير بوريلو. سيدورف، سيدورف يتمكن من وضع الكرة داخل الشباك، هذه المرة سيدورف في توقيت مبكر يعلن عن تقدم ميلان 1-0. إذن الميلان ياخذ راس بقية بعد تبادل كروي ما بين بوريلو وسيدورف. أمام للإعادة من جديد، بينية كانت من بوريلو، تخلص من رقابة مهد ناحية سيدورف، سيدورف كان في وضعية سانحة لوضع الكرة داخل الشباك، وبالتالي ميلان يتقدم على كاليري 1-0. بداية قوية من جانب فريق ميلان أكدها الهولندي سيدورف. إذن ميلان يتفوق في هذه اللحظة على حساب فريق كاليري في هذه البداية القوية